القوس القوس ما بيحبش الشخصية الاتكالية واللي على طول بتعتمد عليه في كل حاجة، لا بيحب الشخصية الاستقلالية اللي بتعتمد على نفسها. الاعتمادية ما بيحبش الاتكالية. الجدي ما بيحبش الشخصية الفيك، ما بيحبش الكذاب، الشخصية المتكلفة أو المتصنعة، بيحب كل ما هو طبيعي، كون طبيعي كده. وبيحب الوضوح كمان. ما هو الفلفيك دول ما بيجوش مع الجدي خالص. الدلو ما بيحبش الشخصية التشاؤمية، هو حد متفائل جدا مرح. ولا السلبية. وأي حد عنده نظرة سوداوية للأمور يبعد عن الدلو، ما بيحبش، يعني هو متفائل، دلو دايما متفائل، عايز في شخص أسوأ الظروف هو متفائل. متفائلة ومتفاعلة. ده حقيقي. الحوت ما بيحبش الشخصية الأنانية اللي طول الوقت بتفكر في مصلحتها وبتحب نفسها بس، هو حد معطاء، فابعدي عنه أي حد بيحب نفسه أو أناني. بس انت كده ما حددتلناش ابراج مع ابراج، يعني كده حددتلنا سمات شخصية، لكن ايه بقى الابراج هنا اللي ما تتفقش مع ما هو الابراج؟ دي قلناها قبل كده في حلقة يا سهير، قلنا البرج، مين البرج اللي تاخد اللي ديلك في تاخد سنانك منه وتجري، دي وتجري عملنا لها حلقة عملناها كاملة، مرة. يرجعوا للبلاي طب انا ليست عندي حاجة هيلاقوها تانية، موجودة.